أن الغرب يتصدر المشهد بقيادة الولايات المتحدة، وعمليا الغرب يقود المعركة من الناحية الإعلامية، يقود المعركة الإعلامية، يقود حتى المعركة العسكرية. وطبعا ليس فقط أن هناك بوارج عسكرية أمريكية ودعم عسكري ألماني وإلى آخره، ولكن كل الغرب موحد خلف الكيان الصهيوني. ولكن هذه معركة الغرب في الحقيقة. في الجانب الإعلامي، وأنا سأختصر ذلك، في الحقيقة نحن نشهد مستوى من التضليل الجماعي غير مسبوق في الذاكرة الحية، وأنا أعرف عن ماذا أتحدث. في العراق وفي سوريا، في حالة العراق وفي حالتي العراق وسوريا، كان هناك مستوى من التضليل الجماعي أيضا غير المسبوق في تلك الفترة. ولكن هناك كان يقال في فترة الحرب على العراق، في فترة العدوان على العراق، أن الكثير من الأخبار الكاذبة والخاطئة التي تخدم الاستراتيجية السياسية في الحقيقة التي كان يتداولها الإعلام، ولكن الإدارة لم تجد نفسها مضطرة أن تنفي هذه الأخبار. في الحالة الفلسطينية الآن الرئيس الأمريكي يشارك في الكذب وفي نشر الكذب، صحيح، وفي نشر هذا التضليل. لهذا قلت نحن أمام مستوى من التضليل، رغم المستوى الهائل من التضليل الجماعي الذي رأيناه في العراق وفي سوريا، هناك مستوى من التضليل الجماعي الآن في حالة غزة غير مسبوق في الذاكرة الحية حرفيا. وأنا أعرف عن ماذا أتحدث، وأنا أتبعت كل هذه التجارب، ولدي دراسات في موضوع الإعلام.